قلنا هقول له بست فيديوهات عودة تلخيص أو مراجعة من أولى ثانوي. يلا أبواب هي طريقك للنجاح. أبواب مفتاح تفتح تروح. صلوا على النبي. إيه جواب أبو سعيد ده؟ اسمعوا، أنا رجعت مرة تاني في أحدث شروحاتي مع منصة أبواب. لخصنا منهج أولى ثانوي كله في 6 فيديوهات، فيهم الزبدة، فيهم القشطة، المربى، العصير، كل حاجة حلوة هتلاقيها فيه. نصيحة مني، سجل في أبواب عشان تستفيد من المنهج، ودي أول خطوة، لسه اللي جاية تقيل. إيه؟